أهلا وسهلا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم مزامير وكلمات. أرحب بكم في اسم المسيح، كما أرحب بضيف الحلقة الكريم خادم الرب الكارز المبارك الدكتور باسم أندرية. أهلا وسهلا بك يا دكتور باسم. بس الكلام ده كبير قوي عليا. لا دي حقيقة، بجد ربنا بيستخدمك، وأنا بشكر رب من أجلك، لأنه في الرحلات الكتير اللي ربنا شرفني بالخدمة معاك شفت قلبك قد ايه بتحب الرب وقد ايه بتحب النفوس. بشكرك لأنك واخد مبدأ كتابي اسمه شجعوا صغار النفوس. يباركك القدير. خلينا نتأمل مع بعض في مزمور 54، وأنا بشجعك أخويا خادم الرب قال لي حلو قوي إن احنا بنقرأ الكتاب من التليفون، بس أحلى بكتير جدا إننا نقرأ من الكتاب المقدس كلام الله الحي. فافتح كتابك كده معايا على مزمور 54. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. لإمام المغنين على ذوات الأوتار، قصيدة لداود. عندما أتى الزيفيون وقالوا لشاول أليس داود مختبئا عندنا؟ يبدأ عدد واحد: اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي، اسمع يا الله صلاتي، اصغي إلى كلام فمي، لأن غرباء قد قاموا علي وعتاة طلبوا نفسي، لم يجعلوا الله أمامهم، هوذا الله معين لي، الرب بين عاضدي نفسي، يرجع الشر على أعدائي، بحقك أفنهم، أذبح لك منتدبا، أحمد اسمك يا رب لأنه صالح، لأنه من كل ضيق نجاني وبأعدائي رأت عيني. أمين. دكتور باسم، أنا شايف أنه المزمور ده كله هو 7 أعداد عبارة عن صلاة، بس قبل ما نتكلم في المزمور تقدر تشرح لنا الخلفية بتاعة القصيدة لداود عندما أتى الزيفيون وقالوا لشاول أليس داود مختبئا عندنا، عشان نفهم أكتر الرب عايز يقول لنا إيه من خلال المزمور. كان داود هو الملك الممسوح من قبل الرب، أيوة، لكن كان في الملك الجسدي اللي هو شاول، وأدرك الملك الشرير موجودين في نفس الوقت. وأدرك الملك الشرير شاول إنه داود ده هو اللي هيبقى الملك وإن ربنا معاه، فحاول إنه يقتله كذا مرة، أكتر من مرة. فرغم إن كان داود عنده المقدرة إنه يقتل شاول، لكنه مرضيش، هرب في أماكن كثيرة. يا مرة هرب إلى حتة اسمها مغارة عدولام، أيوة، وأماكن كثيرة منها حتة اسمها برية زيف. فالناس الأشرار بقى عايزين يجاملوا مين؟ يجاملوا شاول. فجم الزيفيون اللي هم في برية زيف وراحوا يقولوا للملك شاول ده داود مختبئ عندنا، تعالى وإيه وإحنا نسلمه ليك وإحنا نكون معاك وعشان تقتله. فلما جم الزيفيون وأخبروا شاول وابتدى شاول يطارد داود، جت كلمات هذا المزمور الجميل اللي داود فيه بيصلي. علشان كده في الآيات الثلاثة الأولى بنشوف داود بيطلب طلبات مختلفة. أيوة، داود بيصلي بيطلب 3 طلبات. اللهم، والثلاث طلبات دول ليهم 3 أسباب ليه بيصلي. يبقى في 3 طلبات وفي 3 أسباب أو 3 مبررات ل3 طلبات. الطلبة الأولى بيقول إيه بقى؟ اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي. دول 2 طلبتين. اللهم باسمك خلصني، يبقى بيطلب هنا الخلاص. وبقوتك أحكم لي، يعني بيطلب القوة. اديني قوة. وبعدين بيقول له مزنوق بقى تعبان، فبيقول له استمع يا الله صلاتي، اصغ الى كلام فمي. 3 طلبات، انه بيطلب الخلاص، بيطلب القوه، بيطلب ان ربنا يسمعه يستجيب لي. هو ان داود شاعر بالمذله، يعني هو هارب في بريه، هارب في حته صحراء مع ان هو الملك. كمان يجي الزيفيون دول ويروح يخبروا شاول، شعر بالانكسار وشعر بالحزن وشعر بالمذله، فطلب الخلاص. وهنا الخلاص مش الخلاص من الدينونة كشخص خاطي راجع للرب، لكن خلاص من هذا الموقف الصعب. هي دي ممكن نطبقها من ناحية الروحية للمشاهد الكريم، أيوة، اللي محتاج لخلاص المسيح من الدينونة فعلا.
دي فرصة النهاردة. لو عايزين يعني ناخدها من طالما كلمة الخلاص جات، إذا إنسان بعيد عن الرب ولسه ما تغسلش بدم المسيح محتاج، يا بخته لو طلب الخلاص، يا بخته لو طلب الخلاص وسمع الكلام الحلو اللي الرب قاله لامرأة جاءت من ورائه باكية كانت تبل قدميه بالدموع وتمسحهما بشعر رأسها، قال لها مغفورة لك خطاياك، إيمانك قد خلصك. أمين. ولما الرب دخل بيت زكا قال له اليوم حصل خلاص لهذا البيت. وبولس قال للسجان آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك، لأنه عمليا إذا ما طلبتش الخلاص ما قدرش يتمتع بالطلبات التانية. يعني الخلاص يجي وراه القوة، قوة في حياة الروحية، والخلاص يجي وراه خلاص. أيوة. اللي هو الخلاص بقى من الظروف، مش بس من سلطان الخطية، هنا هنا خلاص من الظروف، هنا مش من سلطان الخطية، المقصود هنا ظرف صعب، مشكلة، عايز ربنا إيه يخلصني، يقول لك لأن خلاصه قريب من خائفيه. هنا الخلاص مش من سلطان الخطية ولا من دينونة الخطية، لكن خلاص من التجربة الصعبة، خلاص من ظرف صعب. شاول بيطارده في مكان، المكان اللي الناس موجودة فيه مع شاول. صحيح. فالموضوع صعب فطلب الخلاص. كمان طلب بقوتك احكم لي، يعني حس ان انا ضعيف وانا محتاج يا رب ايه، محتاج قوتك. قوة. حلو جدا ان المؤمن يشعر انه ضعيف. بس مش الضعف اللي يخليه يستسلم ويفشل وييأس، مش ضعف الانكسار لكن ضعف الانتصار. ضعف صح، الاحتياج للرب واني انا مستند على الرب، شعوري بالاحتياج. لابد ان المؤمن كل يوم يشعر انه ضعيف ويسمع الوعد من الرب تكفيك نعمتي لان قوتي في ضعفك تكمل. فهنا بيطلب القوة. طيب بنشوف النقطة الثانية اللي قلت لنا عليها، الطلبات دفعت داود للصلاة، ففي ثلاث أسباب للصلاة، مش كده برضو؟ بنشوفهم في عدد ثلاثة، في عدد ثلاثة، لأن غرباء قد قاموا علي وعتاة طلبوا نفسي لم يجعلوا الله أمامهم. يبقى ليه يا داود بتصلي؟ قال لأن غرباء قد قاموا علي، يعني ناس أنا معرفهمش، معرفهمش، ناس غرباء مش عارف هم بيفكروا إزاي، يعني الأعداء دول اللي هم ضدي أنا مش عارف بيعملوا كده ليه، فأنا بصلي لأنهم غرباء. نمرة اتنين، دول الناس عتات، ناس عتات، يعني ظالمين، ظالمين وكمان أقوياء، عندهم يعني أقوياء في الظلم، أقوياء في الظلم، قلبهم قاسي، قلبهم قاسي، فأنا يا رب محتاج لك. وبعدين دول أشرار لم يجعلوا الله أمامهم، يعني لو ناس مثلا ما عندهمش يعرفوا ربنا نروح نتفهم معاهم، لكن دول فاكر قاضي الظلم اللي قال أنا لا أخاف الله ولا أهاب إنسان، فناس أشرار. ليه بتروحوا تقولوا لشاول؟ ليه عايزين تسلمون لشاول؟ طب أنا عملت لكم إيه؟ ناس ظلمة وناس غرباء مش عارف بيفكروا إزاي، وناس عتات أقوياء وأشرار. عشان كده داود قال لك أحسن حاجة إني أنا أصلي. يا سلام. يا بختك لما يكون عندك مشكلة وحاسس باحتياجك لخلاص، خلاص الرب من المشكلة والظروف اللي انت فيها. انا جربت دكتور باسم لما دخلت الجيش، وكان في اخ مؤمن خادم للرب تقي وكان ضابط كبير في الجيش، وقال لي بس لما تيجي تدخل وكلمني وهساعدك وكده، وعشان انا مش عايز اروح في مكان بعيد. وبعدين الرب لخبط الامور. ايوه. وبعدين رحت الغردقه في الجيش، فطبعا في الناس اللي تسمع تقول لك رحت الغردقه يفتكروا ان انا مثلا كنت في شيراتون الغردقه. أيوة. بس طبعا الجيش بقى جيش. فلما دخلت هناك وابتديت اصلي، يعني الرب يحطك في ظروف عشان عايزك تكبر وتتدرب وتصلي، فابتديت اصلي وقلت له يا رب انت جبتني هنا مش لخبطت الدنيا كده وبس. ايوه. أكيد عندك قصد. استخدمني الرب مع الجنود المسيحيين اللي كانوا موجودين في يعني مكان صعب جدا. دوشم، أنا في يوم نايم، في يوم الأيام نايم على عبارة عن حاجة كده صفيح، وعبارة عن السرير اللي أنت عارفه بتاع الجيش ده،
وزميلي محمد نايم جنبي على السرير الثاني، وفي النص في حاجه زي الترابيزه دي، طبعا مش زي الترابيزه دي بس عليها كده زي طاسه صغيره وحاطين في وسطها شمعه. وبعدين قدام الترابيزه دي محمد قال لي منير بص كده، فبصيت لقينا تعبان نايم وملفوف ورافع راسه كده. فاحنا سيبنا اللي انا عايز اقوله لك، الظروف الصعبه اللي مرينا بيها دي خلت العساكر كانت بتبكي. فربنا قال لي انا بعتك هناك لقصد هستخدمك. كلمت كل واحد منهم عن المسيح، كل واحد بصوره منفرده. وبعدين الرب نقلني على القاهره. يا سلام. فمرات ربنا يلخبط الدنيا، يخليك تبقى عايز تتمسك بيه وتطلب منه الخلاص من الظروف الصعبة، بس على فكرة ربنا ليه قصد. فأنا بصلي أن ربنا النهاردة يديك روح الشكر وروح التمسك بإلهك. وخلينا هنسمع كلام رائع بعد شوية، بس هنطلع فاصل بسيط وهنرجع مع خادم الرب. اوعى تروح هنا ولا هنا، في كلام مهم جاي. أهلا وسهلا بكم أحبائي المشاهدين. قبل الفاصل سمعنا من خادم الرب عن صلاة داود، ثلاث طلبات، طلب الخلاص، طلب القوة، طلب الاستجابة، وثلاث أسباب دفعته للصلاة، لأن الأعداء غرباء، وسمعنا الأعداء ظالمين وعتاة، وسمعنا لأن الأعداء أشرار لم يجعلوا الله أمامهم. دكتور باسم، في عندنا دلوقتي نشوف من آية 4 و5 داود بقى بيعلن شيء عجيب وشيء موقف موضوع متغير، شايف فيها ثقة داود. أيوة. مش بيقول له يا الله خليك معين لي إذا سمحت تعالى عيني، لكن ده هو بيعلن حقيقة. يعني في البداية كان بيصلي، مش كده برضو؟ أيوة. في البداية كان بيصلي وبيقول له اللهم باسمك خلصني، بقوتك أحكم لي، اسمع يا الله صلاتي. لكن شوف حضرتك، كأنه في نفس الصلاة في نفس الجلسة دي قدام ربنا أخذ ثقة، أخذ ثقة وبيعلنها بقى بإيمان، هو ذا الله معين لي. ده مش موضوع منتهي، مش بيطلب المعونة، ده لا، ده خلاص المعونة وصلت. بيعلن هو ذا الله معين لي، دي أول حاجة. يعني رائع جدا 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 لما يقول كده معونتي من عند الرب، من عند الرب. والرب ده ماله؟ صانع السماوات والأرض. لكن في جزئية تانية لابد نلقي الضوء عليها، يقول الرب بين عاضدي نفسي. يبقى ربنا هنا بيستخدم المؤمنين. يعني معونة الله تصل إلي مباشرة، لكن تصل إلي أحيانا كثيرة من خلال أخويا منير. يا سلام، ربنا أوجدنا نكون سند وعضد لبعض. تسأل ربنا أنت فين، يقول لك أنا في الكنيسة، حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي هناك أكون في وسطهم. لما أنا أروح الكنيسة ولما أنا أروح لإخواتي تصلني المعونة الإلهية عن طريق إخواتي. فالرب بين عاضدي نفسي، هم مش هيعضدوني بقوتهم، لكن ربنا اللي وسطيهم هيستخدمهم إنهم سلام. يعضدوني. على فكرة ده امتياز، ربنا بيدينا فرصة للخدمة، مع ان هو يقدر يعمل كل حاجة لوحده. أيوه. بس بيستخدمنا عشان نكون سبب بركة لبعض، والكنيسة الناجحة الحلوة هي الكنيسة اللي بتدفي بعض، اللي بتسند بعض، اللي بتحس ببعض. بالضبط. في مزمور 118 يقول الرب لي، فينك يا رب؟ يقول بين معيني. يا سلام. لازم المؤمن ما يعيشش لوحده، لازم المؤمن يدور على الناس اللي يعضدوه. ومن ناحية تانية كمان أسأل نفسي، هل أنا سبب تعضيد لإخواتي ولا أنا دايما عايز أتعضد؟ أيوة. يعني حلو أن المؤمن ينضج ويكبر ويعضد آخرين، وحتى لما ينضج ويكبر ويعضد آخرين برضه هو ربنا بيبعت له ناس. أيوة. بس مش هيبقى منتظر التعضيد بطريقة زي ما هو كان لسه صغير في الإيمان، وده سألوا عليا، لا دول قالوا لي، ده ابتسم في وشي، لا ما ابتسمش. نكبر، يعني نكبر ونبقى سبب تعضيد لإخواتنا. وحتى لما نكبر، يعني حضرتك مش انت برضو محتاج تعضيد؟ 100%. أدي خادم لك كام سنة، كتير مش كده؟ وأنا خادم محتاج تعضيد، تعضيد معنوي، تعضيد ناس تعضدني بالصلاة. لكن أنا كمان لازم أكون سبب بركة لآخرين.
تيجي الفكرة الثالثة بقى، داود مش ابتدى يعلن ثقته، لكن داود بيشكر. ايه ده؟ الظروف صعبة، الظروف لسه ما اتغيرتش، لكن يقول كده: أذبح لك منتدبا، أحمد اسمك يا رب لأنه صالح. شايف عمق الإيمان؟ ده تحول بقى هنا للتسبيح والشكر، يعني بيشكر ربنا كأنه شايف بالإيمان أن كل طلباته استجيبت. مش ده الكلام المكتوب في فيليب 4:6: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء للصلاة والدعاء مع الشكر لتعلن طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق العقل يحفظ قلوبكم. شوف، مع الشكر، يعني التجربة لسه ما خلصتش، والزيفيون رايحين لشاول يقولوا له ده داود مختبئ عندنا، وده بيذبح وده بيحمد وبيقول يا رب أشكرك. عايزين نتعلم الشكر دايما أخويا منير، دايما علاقتنا مع ربنا كلها طلبات، كلها طلبات، كلها طلبات، لكن قليل جدا لما بنسبح له أنا بتذكر ونشكره. صح، بتخيل أنه بولس وسيلة لما كانوا في السجن بعد ما اتضربوا علقة محترمة ودخلوا السجن ومتوصيين، السجان متوصي ودخلوا السجن، كانوا بيسبحوا مع أن عندهم ألام رهيبة، أنا متخيل. أيوه، بس التسبيح فك سلاسل السجن. يا سلام. وأنا عايز أقول أنه داود هنا ما شافش الأمور متغيرة، ده لسه فرصة الصلاة لسه، بس بالإيمان قبل وأعلن: هوذا الله معين لي، الرب بين عضد، يعني أعلن إعلان أني الموضوع انتهى خلاص. عشان كده ابتدى زي ما أنت بتقول دايما الموضوع على قدام الرب، على مكتبه. أيوة، الطلب بتاعك على مكتب ربنا. فإذا على مكتب ربنا، الرب العادل المحب الحنان، مش هيقعد الموضوع كتير، الرب ليه توقيت وهيخرج حقك مثل الظهيرة. عشان كده أذبح لك منتدبا، ابتدى يخش في روح التسبيح. وإيه بقى أذبحه؟ يعني اللي بتذبح دي الذبيحة، فهنا الحمد ربنا بيشوفه إني ذبيحة، ذابح الحمد يمجدني، زي ما في مزمور 50: ذابح الحمد يمجدني. هو الحمد بالذات إيه؟ احنا في العهد الجديد ما عندناش ذبائح فعلية، لكن في ذبايح، ذبيحة الشكر والحمد يقول والتسبيح، يقول لك نقدم لها عجول شفاهنا. أيوة، يعني لما أجي أنا أشكر ربنا كأني بقدم له عجل، ذبيحة يشتمها الله رائحة سرور. أتذكر واحد كان دايما علاقته مع ربنا كلها طلبات 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 طلبات، وبسرعة كده وهو نايم حلم شاف ملاكين، ملاك طالع السماء ونازل، طالع نازل طالع نازل طالع نازل طالع نازل، أكيد بتاع الطلبات. وبعدين الملاك الثاني قاعد لا طالع ولا نازل، فراح عامل زي ده عامل زي الموظفين فسال الملاك الاولاني: ايه انت ليه طالع؟ قال له: انا بوصل الطلبات لربنا زي ما حضرتك توقعت. والملاك الثاني اللي قاعد لا طالع ولا نازل قال له: انا بتاع التشكرات. قال: انا بوصل ايه التشكرات لربنا. ده عامل زي التصوير البطيء. احنا عايزين نشغل الملاك الثاني. امين باسم يسوع. بسرعه في ايه 7 بيقول بتقرير رائع: لانه من كل ضيق نجاني وبأعدائي رأت عيني. شوف، الاستجابة لسه ما جاتش، لكن شايف لغة الإيمان. نعم، استجابة الله لصلاة داود رغم أنه يمكن على أرض الواقع لسه، لكن لأنه من كل ضيق نجاني وبأعدائي رأت عيني، يفكرني بحنة أم صموئيل، كانت منحنية وباكية، لكن لما صلت يقول لك لم يكن وجهها بعد مكمد ولا مغير. هو صموئيل جه قال لا، بس الاستجابة جات. أنا بشوف الأمثلة دي إن كان في داود أو في حنة، بشوف مؤمن ناضج، بشوف مؤمن واثق في إلهه، بشوف مؤمن مالي إيده من ربنا. تقول له ليه أنت عندك، يقول لك أصلا أنا ده مجربه. عارف لما داود رايح يحارب جليات، و بعدين شاول اداله لبس بتاعه وقال له البس لبس عسكري، لبسه كده، بعد شويه قال له انا مش مجرب ده. أيه، انا لازم اروح باللي ايه، باللي انا مجربه، اللي انا عارف، اللي احنا عارفينه مع الهنا انه يبقى امين لا يقدر ان ينكر نفسه. صحيح. اللي احنا عارفينه انه لا يترك نفسه بلا شاهد، احنا عارفين الرب رعيه فلا يعوزني شيء، وانه بيستجيب الصلاه واستجاب الصلوات قبل كده بالظبط. فهنا ليه اضطرب؟ ليه اقلق؟ يعني الكلام رائع دكتور باسم، لكن الوقت أخذنا. أنا متشكر جدا لأجل كلمات البركة
اللي ربنا استخدمك فيها. وأحبائي المشاهدين، أكيد هيكون لنا لقاءات أخرى مع خادم الرب الدكتور باسم أندرية، لكن إلى أن نلتقي نصلي من أجل بعضنا البعض، نعضد بعضنا البعض، ونحب نسمع منكم من خلال كل وسائل التواصل الموجودة على الشاشة. وخلونا بنعمة رب نلتقي في حلقة قادمة، ونترككم في رعاية رب القدير.